اهلا بيكم مره اخرى وفقره اون سبوت. والحقيقه عندنا حاجات كتير قوي هنتناولها النهارده في اون سبوت، مش بس التحليل الفني لمباراه الاهلي ووادي دجله، كمان عندنا حاجه هنلقي الضوء عليها خلال عام 2019، لاننا هنبدا نستعرض حصاد السنه معاكم بقى كل يوم جمعه ان شاء الله، ناخد جزء من حصاد السنه نستعرضه لحضراتكم. لكن طبعا هنتكلم الاول عن فوز النادي الاهلي خمسه وخميسه، الفوز الخامس في الدوري من اصل خمسه فوز. طبعا امبارح لما الزمالك فاز على بيراميدز اصبح النادي الاهلي الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الان في مسابقه الدوري، وان شاء الله يستمر النادي الاهلي بلا هزيمه خلال مسابقه الدوري الفارس. خمسه فوز من خمسه فوز 15 نقطه، اعتقد كمان ريني فايلر من 11 مباراه 10 فوز وهزيمه واحده، طبعا كان لها ظروفها مع النجم الساحلي. اكيد انطلاقه مهمه، ولكن جمهور النادي الاهلي كتالوجه غريب جدا. يعني الناس بتتكلم في ان جمهور النادي الاهلي البعض يقول ان هو فكره البطوله والانتصار. انت في عز ما بتكسب وتحقق ارقام، جمهور النادي الاهلي بيسعى الى الكمال، والكمال لله وحده اكيد. احنا بنتكلم في ان النادي الاهلي دي افضل انطلاقه ليه في تاريخه في الدوري المصري. حقق خمس انتصارات متتاليه، سبق ان هو حقق فكره الخمس الانتصارات في 10 مناسبات، ولكن موسم 49 سجل النادي الاهلي فيه 17 هدف وكان استقبل 3 اهداف. موسم اللي احنا فيه 2019-2020 النادي الاهلي 17 هدف بيسجلهم، خمس انتصارات متتاليه واستقبل هدف واحد، كافضل بدايه ليه في تاريخه في الدوري من حيث الاجمالي للنادي الاهلي. وده اكيد يا جماعه بيعكس شغل مهم جدا، هنفضل هنا بنعرض لكم بامانه كل حاجه السلبيات والايجابيات، ولكن نقدر نفرح لان ده فعلا انجاز رقمي. كمان يا احمد فايلر كان له تصريح مهم جدا عايزين نستعرضه، لانه هو بيعكس ان الراجل ده عملي، والراجل ده بيفكر بشكل عملي، وانا بحب النوعيه الصريحه دي من التصريحات. بيقول تدعيمات جديده في يناير، ده حد لما ساله قال له عن تدعيمات الجديده في يناير في المؤتمر الصحفي، قال له اي فريق يريد ضم افضل 10 لاعبين في العالم ومعهم رونالدو وميسي، لكن هذه الامور لا تدار في وسائل الاعلام، اناقش ما يحتاجه الفريق في الغرف المغلقه. تصريح بنكهه وقيمه وكتالوج النادي الاهلي. حاجتين مهمين في التصريح دي، اولا ان بعض المدربين لما تيجي تساله يرد عليك ويقول لك لا انا مش محتاج تدعيمات، انا بالنسبه لي الفريق مكتمل، ولكن فايلر بيتكلم ان اي فريق في العالم لو هتعرض عليه اللعيبه الميجا ستار او السوبر ستار اكيد هيقول لك انا عايزها. هو هنا بيشير نوعية الإضافات اللي هو بيتكلم فيها، هو بيبص طبعا احنا بنتكلم رونالدو وميسي، احنا بنتكلم اسقاط بقى ده ايه؟ ان اللاعب اللي هيضيف، اي مدرب طبيعي لو انت بتعرض عليه لاعب هيضيف للفريق هيبقى عايزه، ولكن عمر المدرب وعمر المدير الفني المحترف ما هيناقش الثغرات او هو محتاج ايه او مراكز حتى ايه في مؤتمرات صحفية. وانا كنت متخوف من طريقة ضغط المؤتمرات الصحفية على فايلر نتيجة انه هو راجل صريح جدا في التصريحات، ولكن يبدو انه هو درس الواقع بتاع الاعلام المصري بشكل كبير جدا. يعني لا، هو ردوده كلها مكتملة الذكاء تقريبا، راجل بيتكلم عن فكرة ان انا لو هناقش هناقش في الغرف المغلقة، وده تصريح اصلا يتناسب مع النادي الاهلي ومنهج النادي الاهلي. لكن الاهم كمان لما بيتوجه له سؤال عن لاعب في الفريق ما بيرضاش يذكر اللاعب، عن لاعب غايب ما يرضاش يسلط الضوء على اللاعب، هو دايما بيتكلم عن فكره هو، اللاعب اللي هيطبق فكره هو هو اللاعب اللي هيلعب، ما تكلمنيش عن لاعب بالاسم، ما تقوليش ليه اللاعب ده مش موجود او ليه اللاعب ده موجود، ده قراره الفني في النهايه. الاهم كمان ان هو لما طبعا اتسال عن ياسر ابراهيم قدر يعمل شغل فردي مع ياسر ابراهيم، عشان لازم هو قناعاته ان اللاعب اللي في الملعب حتى لو محمد الشناوي لازم يكون بينفذ الخطة أو الفكر بتاعي، اللي هو فكرة تمرير الكرات بشكل سليم، فكرة الضغط العالي، فكرة إن أنا بلعب دايما دفاع متقدم. ودي النقطة يا فارس اللي دايما بيتخوف منها بعض الناس، خاصة إشراك لاعبين في خط الظهر مش في مركزهم، مركز ثالث إشراك أيمن أشرف أحيانا وباك شمال إشراك أحمد فتحي في بعض الوقت، الحاجات دي كلها هي بس اللي بتقلق الناس برغم الفوز. هنقول لهم كمان اسباب القلق واحنا بنستعرض، لكن عايز اقول حاجه في تصريح، في حاجتين الراجل دول عملهم غريبه جدا في المؤتمرات، اتمنى الناس تراجع المؤتمرات الصحفيه. احيانا يا احمد بيسال سؤال بيجاوب اجابه تانية خالص. وعن تعمد. ما انا بقول لك بيسال سؤال بيقدر يتعامل معاهم كويس. اجابه تانية، لان السؤال مش مفترض يطرح عليه كمدير فني في تدخل في التفاصيل الفنيه بالشكل ده. حاجه تانية، سئل في مباراه اسوان ايه رايك في اسوان؟
فرد سؤال جميل، رد على السؤال بإجابة جميلة جدا، قال أنا مش جاي هنا سائح، يعني أنا مش جاي زائر، عشان أنت بتكلمني في إيه رأيي في أسوان، وقال إن هو بيقدر كل الأماكن في مصر ولكن هو مش سائح، الراجل جاي يشتغل. وأعتقد العقلية دي جيد جدا طريقة تعامله مع المؤتمرات الصحفية إلى الآن، لأنه ما زال بيلاحق بأسئلة غريبة جدا، بس ما زال ملتزم بهدوءه وابتسامته السوسية. ده اللي أنا كنت متخوف منه، وده الغريب إنه بيعمله كويس، وده اللي أنا مبسوط بيه جدا. هو في هدوء جدا، وكمان تعامله مع مرات وادي دجلة تحديدا هو انقسم التعامل لشقين، الشوط الاول بس نتكلم بس في نقطه مهمه جدا اللي هي فكره الشوط الاول والشوط الثاني، لان وادي دجله عنده طبعا يوناني تكيس بيبدا على فكره اللي هو تدرج بالهجمه، وعنده لازم حتى محمد عبد المنصف يبدا الكره ويطلع الكره برجله، ومصر على الموضوع ده من السنه اللي فاتت مهما حصل. لكن ريني فايلر لاحظ ان الشوط الاول وادي دجله بيلعب دفاع متقدم وبيلعب على الاوفسايد جيم، فاعتقد تعبنا شويه وادي دجله، كمان مكتملين اللياقه البدنيه بشكل كويس جدا الشوط الاول، فما حسيناش بخطوره النادي الاهلي اللي احنا متعودينها في الشوط الاول. ففي الشوط الثاني عمل ايه ريني فايلر؟ رجع خط الوسط شويه وبدا يضغط من المراحل المتاخره شويه، فادى مساحه لوادي دجله ان هو يلعب كرات طوليه، فبدا النادي الاهلي يقدر ياخد الكوره وعنده مساحات وفراغات في وادي دجله، فقدرنا نحقق 3 اهداف محققه. لذلك هو المدرب وادي دجله طلع بيقول احنا عملنا مباراه كبيره جدا لكن لم نستحق الهزيمه 3، لكن ريني فايلر تعامل بذكاء. هو على طول مع مباراه النادي الاهلي، لكن تعامل بذكاء، ودي نقطه بس حبينا نشير لها، ان الراجل بيتفرج كويس على الفرق، مش بيفرق معاه اسم الفريق، هو جاي يشتغل ويشتغل بجد، فبالتالي له كل الدعم مننا، وان شاء الله ان شاء الله يحقق النتائج المرجوه مع النادي الاهلي محليا وافريقيا. خلونا نستعرض احصائيه مباراه النادي الاهلي ووادي دجله. في حاجات هنحب نعلق عليها. الركنيات عندنا ركنيات، 8 ركنيات للنادي الاهلي، 3 لوادي دجله. الاستحواذ، واعتقد ده اقل استحواذ لمباراه النادي الاهلي في الدوري. لا، 51% قدام اسوان كان اقل. كان اقل من 51؟ قدام اسوان كان اقل، ودي المؤشر اللي انا بتكلم عليه. اسوان احنا لما اتناقشنا هنا ان احنا فقدنا الاستحواذ، لو تفتكر كان ظروف المباراه في وقت الضغط، قلنا ظروف المباراه بالظبط. فكره ان انت تحقق الاستحواذ بعد 50% في مقابل 49 وتنخفض عن عدد تمريراتك اللي هو بيتجاوز ال 500 كمتوسط أول مرة دي، ده يا جماعه ليه مؤشر طبيعي، لان انت بتلاعب فريق هو اوريدي حتى قدام فرق اقوى منه اضعف منه ما عندوش المرونه، هو بيعتمد هو كمان على الاستحواذ، فطبيعي ان حتى لو هو هيفقد الكره هو بيحاول تكون موجوده معاه. فالرقم ده حبينا نقول لكم ليه انخفض، وليه عدد ال 500 تمريره ما كانش موجود. حتى التمريرات كمان متقاربه جدا بين الاهلي ووادي دجله، النادي الاهلي 428 ووادي دجله 414، لكن التمريرات الصحيحه للنادي الاهلي 340 بنسبه 79% نسبه دقه التمريرات، على المقابل وادي دجله 330 بنسبه دقه التمريرات 80%. واعتقد كلنا عارفين ان وادي دجله بقاله سنه بيتدرب على القصه دي، ومن الفرق القليله في مصر بتقدر تنقل الهجمه كويس وتقدر كمان تحل الضغط الامامي وبتطلع بالكره لوسط الملعب، لكن مشكله وادي دجله دايما حتى لما بيوصل للمرمى ما عندوش اللي يخلص قدام المرمى. انا في رايي مشكله وادي دجله اكبر كمان، انت عندك ان مشكلة هو عنده مشكله مع تكيس جونياس، وكان عندي مشكله مع مدرب الجونه. لا، مدرب الجونه لا تناسب تكيس جونياس، افكار لا تناسب الادوات اللي بتنفذها بيها، ولو انا عندي مشروع عايز انفذ بيه افكار زي دي كنت ممكن ادور على اللاعب اللي بالكواليتي ده، انما اصرار اختياراته اللعيبه هي ده، هو اختياراته اللعيب اللي عايز لعيب يلعب بسرعه، وفي النهايه اللعيب ما بيحققلوش، لكن في النهايه مفيش اون تارجت اي فرص محققه. المهم يا احمد، محاولاتنا على المرمى رغم ان الاستحواذ كان اقل، كانت 19 محاوله، ولكن جمهور النادي الاهلي نفس تقريبا رقم الهلال ماتش الهلال. عايزين نتكلم مع جمهور النادي الاهلي في حاجه مهمه. البعض بيتكلم عن الدفاع،